في ثلاثيه الاضطرابات النفسيه: التبول اللا ارادي، والعنف على الحيوانات، واستخدام النار. ثلاث صفات لو حصلتها في طفلك تشد الهاند بريك بتاع اي حاجه في الدنيا، وتبقى لهذا الطفل مع المتخصصين حتى تعدل هذا السلوك: التبول اللا ارادي، ضرب الحيوانات والعنف على الحيوانات، وحط ميه مغليه على السمكه، مسك السلحفاه وراح رمينها، بيشد القطه من ديلها، بيضربها بالطوبه بالحصى. تبول لا ارادي، عنف على الحيوانات، ثم استخدام النار. ويا ويلكم ايها الاباء المدخنون، أيها الآباء الذين يستخدمون التدخين والأرجيلة في البيوت، تعرف الطفل عن النار في بداية حياته وتجعله يروح يجيب لك الفحم، يقول لأمه حطي الفحم وخلي الواد يجيبه، انزل جيب لي علبة سيجارة وولاعة، والولد يروح ماسك الولاعة عملها أول مرة، وبعدين يحط ورقة على الولاعة تاني مرة، وبعد ثالث مرة يروح محرق قطة، حرق كلب، حرق فأر، حرق صرصار، حرق ذبابة. تبول لا إرادي، عنف على الحيوانات، ثم اللعب بالنار. هذه على رأس هرم مسوغات ومبررات وعلامات ودواعي الانحراف في الكبر عند المضطربين النفسيين السيكوباث. وعندنا درجة تانية: اللي بياكل أظافره كتير، واللي بيصارخ كتير. يا الله يا الله، لما بنقول للآباء والأمهات اضبطوا صراخ الأولاد، أكل الأظافر، الصراخ المستمر والتنمر والعنف، بيضرب أخوه، بيضرب بالقلم، يمسك القلم ويحدف، يحدف على أمه، يحدف على أبيه، يحدف على الناس في بيلعب كورة، ما عجبه اللعبة في الكورة يروح ضارب واحد فيهم، ضربه بالكورة أو ضربه بحصى أو ضربه أو يدزه دزة ويطيحه من مكان عالي، أو بيلعبه على مرجيحة. أو إذا كان في طفلنا تبول لا إرادي وعنف على الحيوانات ولعب بالنار وأضم الأظافر وصراخ مستمر بدون توقف وعنف وتنمر على الآخرين، يا ولد الحلال أدرك ولدك وأدرك نفسك وأدرك المجتمع، أقسم بالله العظيم يوريك أيام سودة، والله هذا الطفل يوريك أيام سودة. وإذا كنت تظن أن الأيام السوداء هي أنه هو يصبح سيريال كيلر، أنه يبقى قاتل متسلسل، مش بالضرورة، ممكن يشرب مخدرات.